بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة، وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه. وعد فأوفى. رجل المالية الأول هو المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، تولى منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971 وحتى إعلان وفاته في 24 من مارس من العام الجاري. أرسى بذلك دعائم نظام مالي مثالي استخدمت فيه دولة الإمارات أحدث النظم المتعارف عليها عالميا في قطاع الشؤون المالية والموازنة. كان للمغفور له دور كبير في تطوير السياسة المالية للدولة التي ألقت بظلالها على القطاع الاقتصادي والاجتماعي المستدام، كما ترأس اللجنة المالية والاقتصادية في الحكومة والتي كانت تختص في جودة وكفاءة الإنفاق وتوجيه الصرف في القطاعات الحيوية الاقتصادية، كما ساهم في تنمية الموارد المالية للحكومة، بالإضافة إلى أنه أول من اقترح أن يكون للحكومة موازنة لمدة 5 سنوات في المنطقة. وخليجيا كان ممثل وزارة المالية في اللجنة المالية والاقتصادية المعنية بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وخلال مسيرته الخيرة والحافلة بالإنجازات شغل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله العديد من المناصب العليا، إذ شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب حاكم دبي ووزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء، كما ترأس رحمه الله مؤسسات عدة منها بلدية دبي وهيئة آل مكتوم الخيرية وشركة دبي للألمنيوم المحدودة وشركة دبي للغاز الطبيعية المحدودة، بالإضافة إلى ترأسه مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات الوطنية للبترول وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية ومركز تجهيز حقول النفط المحدودة. فوداعا رجل العطاء والوفاء. إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإن على فراق فقيدنا لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.